نقط معينه هو ركز عليها. اول حاجه ما فيش اعلان عن صفقه، وده نظام النادي الاهلي، ما فيش اعلان عن صفقه الا بعد توقيع العقود وتوثيقها في اتحاد كره اليد. ده كلام مهم جدا، لان النادي الاهلي مش بيدور على شو، او لا، هو عايز اللعيب يكون خلاص بتاعنا نعلن. الحاجه الثانيه هو قال لك انا عايز لعيبه من نوع معين، والحقيقه يعني احنا ياما يعني طالبنا بده، ان اللعيب تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيل جدا، ولازم اللي يلبسه يبقى عارف انه داخل عشان المركز الاول، مش داخل بس عشان يكون بيمثل النادي الاهلي، لا، تمثل النادي الاهلي وتاخد بطوله، مش بطوله بس، لا، وبطولات ورا بعض. فهو الحقيقه مركز على نوعيه اللاعبين، هو بيقول لك انا حتى عايز نوعيه لعيبه معينه خلقيا وفنيا. الحقيقه كابتن طارق كلامه مدروس ويدرس، والحقيقه ده احنا لو حبينا نقول الكلام ده او نحطه في نقط، لا، نقعد بالصبح نتكلم فيه، لانه فعلا كلام مهم، وكلام زي ما يكون دستور فعلا التعاقد مع اللعيبه في النادي الاهلي. كابتن طارق محروس قاله في تقرير بسيط. خليني اقول لحضراتكم كمان، ابراهيم المصري لاعب الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي اكد ان الاهلي مش هيفرط في المنافسه على دوري المحترفين. طبعا ده اكيد، واكيد دي روح اللاعبين، لان المهمه صعبه ولكن مش مستحيله، دول ماتشين. وقال ان الفريق مستني بفارغ الصبر استكمال الموسم، وانهم بيتدربوا بكل قوه من ساعه عوده التدريبات بعد قرار استئناف النشاط الرياضي اللي خدته طبعا الدوله المصريه. وكمان قال المصري ان اللعيبه والجهاز الفني بذلوا مجهود كبير في فتره التوقف اللي فاتت، دي عشان يحافظوا على لياقتهم البدنيه، وانهم بيتدربوا وهم محافظين على كل الاجراءات الاحترازيه واللي بتتم بكل، يعني ما فيش هزار في الموضوع ده، لانه الحقيقه يعني احنا ما زلنا في الازمه وما زال دول كتيره جدا بتعاني، فلازم يكون في اجراءات احترازيه. والحقيقه انا نفسي حتى وانا في النادي الاهلي شايف اللعيبه بتتمرن ازاي، منتهى الجديه والاهتمام جدا بالاجراءات الاحترازيه، خوفا وسلاما طبعا على اللاعبين والاجهزه الفنيه. ابراهيم المصري قال كمان ان اللعيبه هتحتاج لوقت عشان تقدر تستعيد لياقتها البدنيه نتيجه الراحه الكبيره اللي وصلت لها حوالي 4 شهور. والاهلي بينافس على بطولتين لسه طبعا، اكيد ده وضع طبيعي، بينافس لسه على الدوري وطبعا كاس مصر والبطولتين في الملعب. وكمان قال حميد طبعا ان الفريق متعود على، طبعا حميد حارس مرمى الفريق الاول لكره اليد، قال عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي وافضل حارس شباب في العالم، خد افضل حارس في كاس العالم اللي فات طبعا اللي فاز بيه كابتن طارق محروس. قال ان الفريق عنده فرصه للفوز بدوري المحترفين، لانه باقي في ماتشين، لو قدرنا نفوز بيهم هنروح لماتش فاصل قدام الزمالك. انا اسف اللي كان مدير فني مجدي ابو المجد، انا اسف. كابتن طارق اخذ ثالث عالم. وكمان قال حميد ان الفريق متعود على القتال حتى اخر ثانيه، وده يخليهم ما يفقدوش الامل، وانهم اتعهدوا على بذل اقصى مجهود تحت اشراف كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق. وقال حارس الاهلي المنافسه بينه وبين زمايله طبعا محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه قويه، وده هيكون في مصلحه الفريق. طبعا انتوا عارفين ان حراسه المرمى في كره اليد بيكون فيها منافسه، مش معنى ان في حارس مرمى شارك في المباراه معنى كده ان التاني مش هيشارك، لا، ممكن يتبادلوا المشاركه اثناء المباراه، فده بيعمل منافسه اكيد هيكون لصالح الفريق. وكمل كلامه قال ان هم عندهم احلام وطموحات كبيره، بس اهمها دلوقتي ان هم حققوا بطولات مع النادي الاهلي. خليني اقول برضو ان البطولات مهمه جدا، حتى نروح يعني المحليه هي بوابتنا، البطولات الافريقيه اللي النادي الاهلي عودنا عليها. خلينا نستعرض مع حضراتكم جرافيك بجدول ترتيب قبل جولتين من نهايه الدوري، هستعرض مع حضراتكم الجرافيك ده وارجع لحضراتكم تاني. الحظوظ ان انت تاخد البطوله لسه موجوده في الملعب، انا سايب حضراتكم تقروا طبعا الجدول، ولكن زي ما حضراتكم شايفين كل الفرق قريبه من بعض، هو ماتشين ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم نروح على مباراه فاصله، ده في حاله النادي الزمالك فاز على نادي الجيش. الفكره كلها ان احنا مستمرين ومكملين، الموضوع محتاج استعداد، بس في اختبار صعب جدا هيمر بيه فريق كره اليد، انه كان في توقف، وهترجع من التوقف ده، مش على فكره مش فريق كره اليد بس، كل الفرق هترجع من التوقف على الماكسيمم بتاعك او منافسات بطوله، يعني مش هتاخد تدريج، يعني مش هتاخد الموضوع تدريجي، لا، ده انت هتخش على ممكن مباراه ثانيه هوب لقيت نفسك بتلعب مباراه جامده، فانت ما عندكش اوبشن ان انت
يعني تستعيد اللياقه الفنيه بسرعه، فلازم يكون في تركيز ولازم يكون في اداء ولازم يكون في تمرين قوي. وكابتن طارق محروس قال الكلام ده. وعلى فكره انا عايز اقول لكم ان المشكله دي بس مش في كره اليد، في كره السله، في الطايره، في كل الفرق اللي داخله على منافسات للاسف الدوري توقف في نهايته. يعني كل الفرق دي توقف الدوري بتاعها لسه اسبوعين ثلاثه او اربعه، شهر بالكثير على نهايه الدوري، فكانوا وصلوا للماكسيمم او خلاص للحسم. فعشان ترجع تدخل نفسك في المده في منتهى الصعوبه. فطبعا كابتن طارق مهروس حتى لما اتكلم على الموضوع ده، وانا حتى لما اتكلمت مع كابتن اشرف توفيق او كابتن ميدو مصلحي، كل المديرين الفنيين بيدركوا تماما ان الموضوع صعب مش سهل، بس ان شاء الله رجال النادي الاهلي قدها. خلينا نروح وننتقل